الو، عند خالد؟ ايوه، ترى جاي اذبحك. ها؟ ترى بذبحك. يا اخي انت ايش فيك مخروش يا اخي؟ يمكننا واحد يستهبل، فهمت؟ يمكن واحد من العيال من اخوياك داقي مقلب كفتاري الليل، فهمت؟ لا يا رجال، تلاقي واحد من السحرة ذولا اللي يدقدقون. انت مسهور. بابا من جد؟ لا لا لا، انا متاكد انه واحد. اقول لك ما قاعد يستهبل، صامل صامل، واضح من الاتصال صامل. يمكننا ذاك يا اخي. من؟ ذاك اللي تلاقطت معه. اي واحد ذا، مشاكله واجد. اللي تلاقطت معه عند المحطة، شو اسمه ذاك؟ سالم؟ شو اسمها ذيك البيضة؟ سيارة بعد 500؟ اي، اللي ما عادت 500. يا اخي 4 سنين وانا اركض وراك، يا حرات الفلوس يا اخي، انا من شرك بعدك عن جزم القديم يا بعيد النقص. ما شرب اخوانك ها؟ ارجل منك يا ما والله. لا يا رجال، ذا ذروق والله، لا هش ولا ينش. درينا انه هو ذروق، لكن عيال عمه غدرات و... يو 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 يا عيال عم مفلمين. تذكر يوم صوبوا ذاك عند المفرق؟ بعد هم واجد قشران. طيب شو نسوي؟ رجع له فلوسه يا اخي وفكنا. يا عقب والله ما يشد ريال. طب خلاص دق على الشرطه، قل في واحد هددني. هيو دق على الشرطه. وش بتقول له؟ والله جاني وتسلفت منه، وجاني يبي فلوسه وانا رجعتها له وضربته. اجل ايش متغدره؟ رد ارفع لومك يا ولد، ايش اللي متغدره احنا اخوانك هنا؟ بكره انطرح في المحطه. تعال ابوي خسي، والله لا اذبح وليد ولا يجيك شيء انت. امشي امشي بس تعال. ايش دخلني؟ بس اتكلم جد يا عيال، ايش بتقول لهم يا اخي؟ روق خلاص، خلني اشوف الرجال. عود من ابليس. ناصر، ها؟ في سياره برا. طيب واذا في سياره طالع؟ طيب ما حطالع، بس واذا في سياره برا؟ يمكن اللي يهددني. خبي انت، مين اللي بيجي يقتلك في عز القايله؟ يا هم تيكسلو في الليل ان شاء الله. الله يطمنك يا شيخ. اطلع 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 لها عبلة بنزين. ليش تشدخلني انا؟ انا مالي دخل، انت اللي هددوك، بعدين انت ماسك المحطه مو انا. ترضى احد يقتل اخوك؟ لا خلاص اطلع، تكفى يا ناصر.